بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 150. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك، انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بالشراء بمثل الثمن. فإذا كانوا شركاء في عقار أو في مزرعة، فباع أحد الشركاء نصيبه، فلشريكه أن يأخذ هذا الشخص ممن بيع عليه، ينتزعه منه بمثل الثمن الذي اشتراه به، لأجل ألا يدخل شريك يضر الشريك الأول، تلافيا للضرر من الشريك الجديد. وهذا من محاسن هذا الدين، محاسن الإسلام، أنه شرع الشفعة بهذه الصفة دفعا للضرر الذي يأتي من الشريك الجديد. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري. نعم، بهذا الشرط، أن يكون العقار الذي باع نصيبه منه غير مقسوم، مشاع، يكون نصيبه مشاعا في العقار غير مقسوم غير مفروز، فللشريك أن يشفع لئلا يدخل عليه شريك أجنبي فيحصل منه ضرر. هذا معنى الشفعة، ويسلم الثمن الذي بيعت به، الذي آل به هذا الشخص إلى من اشتراه دفعا للضرر. أما إذا قسم العقار كل عرف نصيبه، صرفت الطرق فلا شفعة حينئذ إذا باع أحد، لأنه صار جارا ولم يكن شريكا، صار جارا ولم يكن شريكا، فلا شفعة إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق. نعم. وفي لفظ: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. إنما جعل، هذا حصر، إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم من العقارات، هذا حصر للشفعة في هذا النوع. أما إذا كان كل عرف نصيبه وصرفت الطرق وضعت المراسيم، فإنه لا شفعة للجار، لأنهم صاروا جيرانا بدل أن كانوا شركاء. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الترمذي وصححه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الدار وحدت
فلا شفعة فيها، رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه. مثل الأول، إذا قسمت الدار مشتركة ووضعت الحدود فلا شفعة للجار على جاره، إنما الشفعة للشريك وليست للجيران. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، شركة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، رواه مسلم والنسائي وأبو داود. لا بد أن الشريك الذي يريد أن يبيع نصيبه من هذا المكان، هذه الأرض، هذا الحائط، هذا البستان، لا بد أن يعرض على شريكه الشراء، فإن لم يقبل الشراء باعه على آخر وسقطت الشفعة، لأنه أخبره بالبيع ورفض الشفعة وتركها، لو أنه بعد ذلك طالب بها لا يحصل له ذلك لأنه أسقطها. نعم. فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. إن باع نصيبه من الشيء الذي لم يقسم، من العقار، من البيت، من المزرعة، ولم يؤذن شريكه، يعني لم يخبره، فللشريك أن يشفع بمثل الثمن الذي باع به، فيدفع الثمن ويضم نصيب شريكه البائع إلى نصيبه، وإن كانوا جماعة فلهم هذا النصيب الذي بيع على قدر أملاكهم. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء في الأراضين والدور، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم. في الأراضين والدور، الشفعة في الأراضين التي لم تقسم، وفي الدور المشتركة المساكن، فمن باع نصيبه فإن للشريك أو الشركاء الباقين أن يأخذوا هذا السهم الذي بيع، لئلا يدخل عليهم شريك لا يرغبون فيه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاعة بين الشركاء، الشفاعة والشفعة بمعنى واحد. نعم. قضى بالشفاعة بين الشركاء في الأراضين والدور، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم. في الأراضين التي لم تقسم، والدور المساكن التي لم تقسم، هذه تثبت فيها الشفعة لمن كان شريكا فيها بقدر ملكه، بقدر نصيبه دفعا للضرر، ويدفع الثمن الذي بيع به نصيب الشريك البائع، يدفع الثمن له، فبذلك تنتفي المضرة على أصحاب الأملاك. وإذا لم يرغبوا في الشفعة فإن الشخص لمن بيع عليه، إذا لم يرغبوا في ذلك، أو علموا ولم يطالبوا، علموا بالبيع ولم يطالبوا، فإنه يسقط حقهم في الشفعة. نعم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. نعم. زوائد المسند، المسند للإمام أحمد، وهو كتاب كبير في الحديث، ومعنى المسند أنه يورد كل الأحاديث الواردة عن شخص، ثم إذا كملها ينتقل إلى شخص آخر، كل الأحاديث الواردة عن هذا الراوي، هذا معنى المسند للإمام أحمد. ثم جاء ابنه عبد الله وهو أكبر أولاده،
زاد عليه أحاديث رواها عبد الله انفرد بها عن أبيه تسمى زوايد المسند. نعم. ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. نعم يحتج بهذا الحديث. نعم. من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. فيما تضره القسمة، أما إذا كانت القسمة لا تضر، الملك واسع ولا تضر قسمته، فلا شفعة حينئذ لعدم الضرر. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. جار الدار أحق بالدار إذا بيعت من غيره، فهذا على ظاهره أنها تثبت الشفعة للجار، ولكن ليس على إطلاقه. إذا كانت الدور متجاورة ولها مرافق، لها مرافق مثل ممرات خاصة أو البستان يشترك مع البستان الذي بجانبه في مسيل أو طريق، فإنها تثبت الشفعة. أما إذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه فلا شفعة، لأنه لا ضرر على الشريك وليس بينهما شيء مشترك. نعم. وعن الشريد ابن سويد قال: قلت يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ولابن ماجه مختصر: الشريك أحق بسقبه ما كان. بسقبه أي بما جاوره من الأملاك، وهذا كما ذكرنا إذا كان بين الجيران شيء مشترك من طريق مشترك أو مسيل مشترك فإنها تثبت الشفعة للجار دفعا للضرر. أما إذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه فلا شفعة للجار حينئذ لعدم الضرر عليه. نعم. وعن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور ابن مخرمة، ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه، رواه البخاري. نعم. هذا فيه الجار أحق بسقبه، يعني بما قرب منه من أراضي أو بيوت الجيران، لكن ليس على إطلاقه، إنما تثبت الشفعة للجيران إذا كان يجمعهما مرفق عام كطريق خاص لهم أو مسيل ترتوي منه مزارعهم، فتثبت الشفعة للجار لارتباط بعضهم ببعض في المرافق. أما إذا كان كل قسم من العقار مستقلا بمرافقه فلا شفعة للجار حينئذ لعدم الضرر. نعم. ومعنى الخبر والله أعلم. ومعنى الخبر، هذا الخبر يعني. نعم. ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار، وتقديمه على غيره من الزبون،
كما فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع. كما فهمه الراوي فإنه أعرف. كما فهمه الراوي. الراوي نعم. فإنه أعرف بما سمع. فإذا أراد أن يبيع ملكه أو نصيبه وله شركاء أو شريك واحد فلا بد أن يعلمهم من أجل أن يأخذوه بالشفعة. فإذا أعلمهم ولم يطالبوا بالشفعة سقط حقهم بها لأنه أخبرهم ولم يطالبوا بها، فلو طالبوا بها بعد ذلك ليس لهم شيء لأنه سقط حقهم. والشفعة كما في الحديث كحل العقال، يعني لا بد أن يبادر بالمطالبة بها، فإن توانى وعلم بها وعلم بالبيع وتوانى بطلب الشفعة فليس له شيء لأنه فرط في حقه. نعم. وعن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. أي بهذا الشرط، إذا اشترك الجيران في مرفق من المرافق كالطريق والمسيل فإنه للجار الشفعة. أما إذا كان كل شريك منعزلا بمرافقه عن جاره فليس لجاره أن يشفع عليه. نعم. ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. بهذا الشرط، إذا كان يشتركان في مرفق من المرافق. هذا الحديث يبين الأحاديث السابقة أنها ليست على إطلاقها، فلا شفعة للجار إلا إذا كان مشتركا مع جاره في مرفق من المرافق. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. رواه الخمسة، الخمسة هم السنن الأربع والمسند، مسند الإمام أحمد، هذه الخمسة. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي وعبد الملك. النسائي من أصحاب السنن الأربع. نعم. وعبد الملك هذا ثقة مأمون، لكن قد أنكر عليه هذا الحديث. قال شعبة: سها فيه عبد الملك، فإنه روى حديثا مثل فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه، ثم ترك شعبة التحديث عنه. وقال أحمد: هذا الحديث منكر. وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه. قلت: ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب، وهي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أي نعم، لأن ظاهر هذا الحديث أنها ولو وضعت الحدود وصرفت الطرق ولكن هذا غير صحيح. إذا صرفت الطرق ورسمت المراسيم وأقيمت الحدود صاروا جيرانا وليسوا شركاء، فلا شفعة للجار على جاره. نعم. كتاب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع الذي ضاع من صاحبه، فإذا كانت هذه اللقطة شيء يسير كالحبل والعصا ونحو ذلك فهذه لا قيمة لها، يأخذها من وجدها وهي له، خذها من وجدها وهي له. أما إذا كانت ذات قيمة، لها قيمة في عند أوساط الناس، فهذه هي اللقطة، من وجدها فلا بد أن ينادي عليها، من نادي عليها، من ضاع له شيء، من ضاع له مال ينادي عليها. فإذا تقدم أحد ووصفها، وصف اللقطة بما ينطبق عليها، ف
فإنها تدفع إليه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. نعم، هذه الأشياء لا تعتبر لقطة لأنها لا قيمة لها، مثل العصا والحبل وما أشبه ذلك، من وجدها يأخذها وينتفع بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجه. هذا دليل على أن الشيء الذي لا قيمة له أنه يأخذه من وجده، مثل التمرة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة ساقطة في الطريق فقال: لو أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة حرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، حرمت عليه الصدقة لأنها أوساخ أموال الناس، لا تجوز الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. وهذا دليل على أن الشيء اليسير حتى التمرة الواحدة إذا كانت مما ينتفع به فهي لواجدها، من وجدها يأكلها وليست لقطة لأنها لا قيمة لها، لكن الرسول تورع عنها خشية أن تكون من الصدقة. نعم. وغير الرسول مباح له ذلك، يأكل التمرة، يأخذ الحبل، يأخذ العصا إذا وجده، ولا يسمى لقطة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال، إباحة المحقرات التي لا قيمة لها مثل التمرة، للعصا، مثل الحبل، ما أشبه ذلك، أن يأخذها في الحال ولا يأخذ أحكام اللقطة لأنه ليس بمال. نعم. وفيه احترام النعمة، أن التمرة ترفع من الطريق ولا تداس، أو اللقمة أو ما أشبه ذلك، احترام النعمة. لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفيه الورع، الرسول تورع عنها خشية أن تكون من الصدقة. نعم. وعن عياض فيه ترك المشتبهات، فيه ترك المشتبهات. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. نعم. وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها. كيف صاحبها؟ وإن لم يجيء صاحبها. يجيء أو يجد؟ أنت عندك يجد ولا يجيء؟ كأنها مجزومة، يجئ. يجئ. نعم. هذا فعل مضارع. نعم. وإن لم يجئ صاحبها. يجئ. ما هو بيجد بالدال؟ لا نعم. وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. صاحبها يجئ. نعم. نعم. وإن لم يجئ صاحبها، صح، يصير فاعل. نعم. وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. يعرف عفاصها، وهو الكيس الذي هي فيه، ووكاءها، وهو الربط الذي يربط به الكيس الذي هي فيه. يعرف عفاصها ووكاءها، يحتفظ بها ويعرفها سنة
يعرفها سنة في مجامع الناس عند المساجد، فإذا مضت سنة وهو يعرفها ولم يجئ لها أحد فهي له. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، رواه أحمد ومسلم. نعم. الدواب التي تحتمي من السباع كالإبل والبقر وكل ما يحتمي من السباع هذا لا يتعرض له، يتركها حتى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: معها حذاؤها، معها حذاؤها، وترد الماء وتأكل الشجر، ما يتعرض لها أحد. هذه تسمى الضوال، تترك حتى يجدها صاحبها، مثل بعير، مثل فرس، مثل بقرة، هذه تحمي نفسها من السباع فليس عليها خطر. وأما الشاة قد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. الذي لا يحتمي من السباع هذا لصاحبه إذا وجده، إلا إذا كانت، إذا وجدها في البر، أما إذا وجدها في البلد لا، ما يتعرض لها، ولو هي شاة ولا ما يتعرض لها في البلد، إنما هذا في البر، هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهي لواجدها. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: وأما الضوال وهي الإبل والخيل والبقر هذه تحمي نفسها من السباع لا يتعرض لها الإنسان، لا يؤوي الضالة إلا ضال. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال: الذهب والورق، الورق يعني الفضة. نعم. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. اعرف وكاءها، وكاءها الحبل الذي تربط به، يربط به الكيس، هذا الوكاء، والعفاص هو الكيس. اعرف صفاتها واحتفظ بها ونادي عليها حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي ومضى حول ولم يأتي فهي لواجدها. نعم. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. اي نعم، استنفقها ملكا مراعى، هذه يسمونها الملك المراعى، يعني هي ملك لواجدها لكنه مراعى، لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها بما ينطبق عليها فإنه يدفعها له إن كانت باقية، أو يدفع له قيمتها إن استهلكها. نعم. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. نعم. وسأله في احترام أموال الناس وأن لا يتساهل بها الإنسان. نعم. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. معها حذاء، جعلنا الله لها حذاء تمشي عليه ولا يكلفها المشي على الحصى ولا على، الله جعل لها أخفاف، الخف هذا يحميها ويساعدها، معها هذا حذاؤها. وسقاؤها وهو بطنها، تملأه بالماء وتأخذ أياما ما تحتاج إلى ماء، لذلك الإبل ترد على الماء ثم تملأ بطونها ثم تسرح أياما، يسمونها العزيب، ولا تظمأ في هذه الأيام لأن عندها رصيد من الماء في بطنها. نعم. دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. اي نعم، ما عليها خطر، ترد الماء إذا أرادت الماء بنفسها ولا تحتاج إلى من يريدها، وتأكل من الشجر ما تحتاج إلى علف، فهي مستغنية
ليست بحاجة إلى من يحافظ عليها، هي محفوظة. نعم. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. هذا إذا كانت في البر، الشاة اللي في البر، أما اللي في البلد لا. نعم. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. ولم يقل أحمد فيه الذهب أو الورق، وهو صريح في التقاط الغنم. نعم. وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطه إياه وإلا فهي لك. رواه مسلم. نعم. وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصد. نعم. إذا تمت السنة وهو ينشدها دخلت في ملكه، ولو لم يقصد دخولها دخلت حكما، دخلت في ملكه حكما، هو أولى بها لأنه وجدها. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها. ومعنى دخلت حكما أن لا حاجة إلى أن القاضي يحكم بها، دخلت حكما بدون حكم القاضي. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. إذا جاء من يدعيها فإنه لا بد أن يبين صفاتها المطابقة، يعرف عفاصها يعني الكيس الذي هي فيه، ووكاءها وهو ما يربط به الكيس، فإذا وصف عفاصها ووكاءها فهي له، لأنه وصفها بما يطابق حالتها. فإذا لم يعرف عفاصها ولا وكاءها ليست له، يحتفظ بها الواجد حتى يأتي من يعرفها بهذه الصفات. ولو جاء واحد يقول هي لي، نقول له وش البينة إنها لك؟ لازم يعرف الكيس الذي هي فيه، ويعرف الوكاء وهو الحبل الذي يربط به الكيس. نعم. مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي، وهو دليل وجوب الدفع بالصفة. نعم. إذا وصف وعرف عفاصها ووكاءها تدفع له بدون حكم قاضي، بدون حكم القاضي. نعم. وعن عبد الرحمن ابن عثمان قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. رواه أحمد ومسلم. نعم. في مكة يقول صلى الله عليه وسلم في وصف الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد، إلا لمن يريد الإنشاد عليه، من ضاع له كذا، من ضاع له. والآن الحكومة جعلت مكتبا خاصا للمفقودات، فإذا ذهب وعطاه المكتب هذا، اللي ضايع له شيء يروح للمكتب ويتفاهم معهم، فإذا طابق وصفه لها أعطوها إياه. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. رواه أحمد ومسلم. وقد سبق قوله في بلد مكة: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. أي نعم، من يريد أن يعرفها حتى يجد صاحبها، وإلا اتركها في مكانها، اتركها في مكانها. نعم. واحتج بهما من قال: لا تملك لقطة الحرم بحال، بل تعرف أبدا. أي نعم، وواضح أنه ما يملكها حتى ولو مضى عليها سنة، ما يملكها. لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني مكة المشرفة. نعم. وعن منذر ابن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد. كنت مع أبي جرير
بالبوازيج في السواد، سواد العراق يعني، نعم. فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. لأن البقرة تحمي نفسها من الذئب فلا يتعرض لها أحد، إذا ضاعت لا يتعرض لها أحد، تسمى ضالة وليست لقطة. نعم. ولمالك في الموطأ عن أبي شهاب قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. نعم، قضى عمر رضي الله عنه أنها لا ضوال لا يتعرض لها، لا يتعرض لها، تترك حتى يجدها صاحبها، وهذا ظاهر الحديث. فلما جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه رأى أنها تباع ويحتفظ بثمنها، فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعت له القيمة، دفعت له القيمة. هذا قضاء عثمان وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. نعم. كتاب الهبة والهدية. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يحق لي أن أشفع في أرض جار لي التي بجانب بيتي؟ إذا كان بينكما مرفق من المرافق فلك الشفعة، أما إذا كان ليس بينكما مرفق مشترك ليس لك شفعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يأثم الشريك إذا باع نصيبه لغير شريكه؟ وهل من حق الشريك أن يرفع الأمر للقضاء لأجل المطالبة بالشفعة؟ إيش؟ هل يأثم الشريك إذا باع نصيبه لغير شريكه؟ وهل من حق الشريك أن يرفع الأمر للقضاء للمطالبة بالشفعة؟ نعم، يعلن لشريكه أنه سيبيع نصيبه المشترك مع غيره، لأنه له حق الشفعة، ولا يكتم عليه ذلك، ما يكتم عليه ذلك ليسقط حقه، بل يبين له: أنا أريد البيع. يخبره بأنه يريد البيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الشفعة لها مدة محددة للمطالبة بها، أم أنها مستمرة متى ما أراد طلبها؟ لا، إذا علم بها ولم يطالب بها سقطت، إذا علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة سقطت شفعته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس لحديث بريرة: هو لك صدقة ولنا هدية؟ هل إيش؟ هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس؟ لا، اللي يعطيهم الخمس هو ولي الأمر، ما هو بعموم الناس، اللي يعطيهم الخمس هو ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وجدت شاة في البر هل يلزم أن أعرفها أم أنني آخذها مباشرة دون تعريف؟ أي نعم، تأخذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها ما تدافع عن نفسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في مدرستنا يأتي بعض الطلاب بأموال ساقطة من زملائهم فأجمعها أنا، فإذا جاء طالب يسأل عن مال ضائع له أعطيته من هذا المال، وفي آخر العام أجمع هذا المال المتبقي وأتصدق به بنية أنه عن أصحابه، فهل هذا العمل مشروع؟
لا، أنت ما لك صلاحية تعمل هذا، صلاحية مدير المدرسة، صلاحية مدير المدرسة هو الذي يتصرف في هذا المال الضايع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وجدت ساعة في الطريق في طريق عام، ولكنها بدون سير، بدون سير يقول، فأخذتها ووضعت لها سيرا ولبستها، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، مو صحيح. مو بتأخذها وتحط له سير وتلبسها، لا، هذه تأخذها وتعلن عنها، ما تقول ساعة، تقول من ضاع له شيء، من ضاع له كذا، ما تحل لك إلا بهذا الشرط: إذا ناديت عليها لمدة سنة ولم يأتي أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأشياء اليسيرة التي لا تعرف، يقول: ما قيمتها الحالية؟ هل مثلا 50 ريال تعد من المال اليسير إذا وجدته فلا أعرفه؟ لا، 50 هذا كثير، هذا مبلغ كثير، مثل الدرهم وما هو أقل من الدرهم، درهم والقرش وما أشبه ذلك، الشيء اليسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من الأفضل للإنسان أن يتورع عن أخذ اللقطة؟ أي نعم، هي مسؤولية، إذا كنت ستقوم بأحكامها خذها، إذا كنت لا تقوم بأحكامها اتركها، أنت في عافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التعريف للقطة في هذا الزمن هل يكون بوضع لوحة على باب المسجد من الخارج وإعلان هذه الأمور؟ يكون بما يبين هذا الشيء من إعلان أو من نداء عند أبواب الجوامع، ويكون بما يحصل به المقصود من إعلان أو نداء. نعم. وهناك مكاتب للمفقودات معتمدة من الدولة تدفعها لهم وهم يتولونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعريف الضالة وكذلك اللقطة في المساجد؟ ما يجوز، من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ما يجوز، ولا ما ينادى على الضال والضايع في المسجد، خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وجد مالا وعرفه مدة سنة ولم يجئ صاحبه، يقول: من وجد مالا وعرفه مدة سنة ولم يجئ صاحبه فأخذه، هل يخرج عنه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب؟ إيه نعم، إذا تموله وتملكه صار ملكا له، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب تم عليه حول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى أن الصدقة أوساخ الناس؟ إيه نعم، معناه واضح، معناه واضح، الوسخ هو الشيء الردي. نعم، يتطهرون بها لأنهم يتطهرون بها من الذنوب والمعاصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في موسم الحج كان أبي مع حملة ونزلوا بالعزيزية، فوجد أبي مبلغا من المال وسأل جميع النازلين في الحملة ولم يجد لها صاحبا فأخذها، وأخبر المسؤول عن الحملة أن يتصل عليه إذا سئل عنها، يقول: فهل هذا العمل مشروع؟ لا، لقطت مكة لا تحل إلا لمنشد، ما تحل له إذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها، دائما لا تحل له، لأنه لقطت الحرم، فيضعها عند المكاتب المعتمدة للضائعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وجدت لقطة في طريق سريع يمر عليه كثير من المسافرين وليس عندها أحد من الناس، فكيف يمكن تعريفها حينئذ؟
تعريفها شوف المكان اللي تجتمع فيه السيارات وأهل السيارات، تحط عند المسؤول خبر عن هذا، مسؤول عن تجمع السيارات اللي يسمونهم الدلاليل اللي يتولون تأجير السيارات لأصحابها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي في تعريف اللقطة أن أعلن عنها في إحدى الصحف مرة واحدة فقط في العام؟ لا، ما يكفي هذا الإعلان، ما يكفي في الصحف، ما كل يقرأ الصحف ولا كل تصل إليه الصحف النداء عليها عند الجوامع وتجمعات الناس. نعم، ما يكفي الإعلان في الصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقرأ سورة البقرة منذ شهرين يوميا ولم أتركها بفضل الله، هل هذا العمل مشروع أم أنه يعد من الغلو، وهل أستمر عليها؟ نعم، اقرأها في بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهي تحصن بيتك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري لقطة من أحد قد وجدها، علما بأنني لا أعلم هل وفى بأحكامها وعرفها، فقد وجد يقول هاتفا جوالا قبل سنة، فهل يجوز لي أن أشتريه منه؟ لا، لا تشتريه منه، لأنه لا يملكه، لأنه لا يملكه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سائق الحافلات، حافلات المدارس، إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر فإنهم يقيمون الصلاة مباشرة ويصلون في أماكنهم مكان تجمع الحافلات لئلا يتأخروا على الطلاب والطالبات، ما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، حاجة تدعو إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الابتلاء يكون بسبب الذنوب والمعاصي، فهل يكون الابتلاء أيضا واقعا على الصالحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم؟ نعم، الابتلاء يعم، الابتلاء يعم الصالحين ومن دونهم، اختبرهم الله ويبتليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جرت عادة كثير من الأسر أن يقيموا اجتماعات دورية بينهم سنوية أو نصف سنوية أو في مناسبات الأعياد، ويحصل في هذه الاجتماعات صلة رحم وزيادة تعارف بين الأقارب، ما حكم هذه الاجتماعات؟ فقد نقل أحدهم أن فضيلتكم قال إنها غير مشروعة وأن الأحسن تركها، ما الحكم في هذه المسألة؟ الاجتماعات بين الأقارب وبين المسلمين التي يقصد منها التعارف والتناصح لا بأس بذلك، ولا أذكر أني قلت أنها لا تجوز، أنا لا أذكر هذا، اللي ينقل عن هذا لابد يحضر ما يثبت ما يقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرؤون جزءا من القرآن باستمرار، فهل يجوز هذا العمل؟ كيف؟ في بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرؤون جزءا من القرآن، هل يجوز هذا الفعل وهو عمل يومي؟ لا بأس به، من تدارس القرآن، هذا من تدارس القرآن فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أهدي الكافر هدية كعطر مثلا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالهدية للمسلم وللكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الحرير
للرجال. يجوز للعاهة، وإذا احتاج إلى لبسه لأن فيه عاهة، فيه جرب، فيه حكة، فلا بأس أن يلبسه. وأما إذا لم يكن به حاجة فهو حرام عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية مع العلم أنها تطبق على كلمات من القرآن؟ القاعدة إيش؟ النورانية يقول. ما أعرفها، وش القاعدة النورانية؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسع في الأمور المباحة وأمور الرفاهية؟ هل هي مما يقسي القلب؟ لم يكن الإسراف المبالغة في المأكولات والمشروبات والملبوسات يعتبر من الإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف والتبذير وبين البخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعاني من فتور في حفظ القرآن وفي أداء العبادات، فما هو العلاج الشرعي في هذه الأمور؟ عود نفسك على هذا، ثم بعد ذلك تألفه يسهل عليك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: متى يشرع الجمع في المطر؟ وهل الجمع في المطر سنة أو هو أمر مباح؟ الجمع رخصة، الجمع لأجل المطر رخصة شرعية، والمطر المراد به المطر الذي يبل الثياب، أو يكون هناك وحل بينه وبين المسجد، مستنقعات وطين، هذا الذي يبيح الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وجدت نظارة سوداء في إحدى الطرقات منذ 3 أشهر تقريبا، وهي عندي إلى الآن ولم أجد صاحبها، فهل أتم بها سنة أم ماذا أفعل؟ ما قيمتها؟ ما لها قيمة النظارة، ما لها قيمة، هذه من الأمور السهلة، استعملها. نعم. فضيلة أو عطها، استعملها أو عطها من ينتفع بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل ذكر مناقب المتوفى يعد من النعي؟ حسب نية الذي يخبر عن المتوفى، إن كان قصده التحسر عليه فهو من النعي، أما إن كان قصده الثناء عليه وبيان مكانته لأجل يدعى له واستغفر له فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم امتناع المرأة عن إجابة زوجها في الفراش إذا كانت تعاني من حالة نفسية؟ إذا كان عندها سبب للامتناع، سبب صحيح، فهي معذورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تصم رمضان الماضي لأنها كانت حاملة، والآن لا تستطيع القضاء قبل رمضان القادم لأنها تقوم بالإرضاع، فماذا تصنع؟ تأخر القضاء لا بأس، تأخر القضاء إلى أن تستطيعه ولو بعد رمضان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رد الهدية هل يعد من الكبر؟ ما أدري مش سبب الرد، إذا كان له سبب صحيح فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجزئ قراءة أذكار النوم قبل الجماع ثم ينام بعد الجماع مباشرة دون ذكر؟ نعم، إذا وضع، إذا ذكر، إذا جاء بالذكر، بالذكر عند اضطجاعه في منامه فإنه يكفي، ما يكرره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: زوجتي ترفض لبس النقاب
وقد صبرت عليها فترة طويلة وناصحتها بلبسه، فهل آثم إذا طلقتها لهذا السبب؟ لا، ماجور إن شاء الله. إذا أبت أن تحتجب يجب عليك أن تطلقها، أنت على أجر في هذا ويرزقك الله أحسن منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إسقاط القرض دون إعلام المقترض؟ هل يجوز أن أسقط القرض دون أن أعلم المقترض؟ يجوز أن تسقطه ولو لم تعلم المقترض. إذا جاءك يريد السداد والوفاء فأعلمه أنك أسقطته عنه. نعم. ثم رعاك الله يسأل يقول: وإذا رفض الإسقاط فهل يحق لي بعد ذلك أن أخذه منه؟ إذا رفض الإسقاط إيش؟ فهل يحق لي بعد ذلك أن أخذه منه؟ إسقاط إيش؟ إسقاط القرض. ها؟ القرض. إذا رفض الإسقاط يعني سامحه. سامحه، لكن المدين ما يرضى بالمسامحة. نعم. يبي يدفع القرض. ها؟ إيه نعم. خذه وتصدق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصدقة عن الميت هل هي أمر مشروع وهل يصله أجرها؟ بلا شك، إذا تقبلها الله وكانت من مال طيب فهي تنفع الميت بإذن الله، تنفع الميت بإذن الله. الصدقة عنه والحج عنه والعمرة والدعاء له، كل هذه تلحق الميت وتنفعه إذا تقبلها الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له أجور جميع أمته؟ نعم، يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجر من عمل العمل الصالح، كل ما من عمل عملا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة فإن الرسول يؤجر عليه، له مثل أجر العامل. نعم، لأنه هو الذي دله عليه. نعم، شرعه له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الطالب الذي يدرس في معهد تعليم اللغة العربية، هل يمكنه إذا سافر إلى بلده في الإجازة أن يلقي بعض الكلمات التي تدعو إلى التوحيد مما تعلمه من علماء هذا البلد؟ وله الأجر في ذلك، هذا شيء طيب وجزاه الله خيرا. نعم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: لدينا مسجد في فرنسا منحرف عن القبلة بمقدار 42 درجة، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة فيه علما بأنه لا يوجد مسجد آخر في هذه القرية؟ صلوا فيه ما دام الانحراف لا يخرجكم عن القبلة، صلوا فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز السفر إلى بلد من بلاد المسلمين يظهر فيها العري والفاحشة وذلك من أجل طلب الرزق والتجارة؟ لا بأس بذلك، إذا كان الغرض طلب الرزق والاتجار ثم ترجع إلى بلاد المسلمين فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي أرض وكنت أنوي أن أبني سكنا عليها، ثم تغير رأيي وعزمت على بيعها للتربح بذلك، هل أزكيها عن السنين أو عن السنوات السابقة التي كنت أنوي أن أقيم سكنا فيها؟ لا، ما فيها زكاة في تلك السنين التي تنوي فيها إقامة سكن عليها، إنما يبدأ حول الزكاة من نية البيع، إذا نويتها للبيع فمن بداية نيتك إلى أن يتم عليها الحول، هذا الذي تجب زكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مبلط وأحيانا بعض الزبائن يطلب مني أن أضع بلاطا على الجدران فيه زخرفة أو صورة للكعبة
أو صور لذوات الأرحام لذوات الأرواح، هل هذا العمل جائز ومشروع؟ لا، ما يجوز، ما يجوز تعليق الصور، صور ذوات الأرواح على الجدران، هذا محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: رجل حج وخلع أو نوى الحج، وبعدما أحرم خلع الإحرام بعدما تجاوز الميقات، ثم لبسه عندما وصل إلى مكة، هل عليه شيء في ذلك علما بأنه قد رجع إلى بلده؟ خلعه، وش سبب خلعه؟ وما خلع النية، ما ترك النية، إنما خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط، وش السبب؟ يجل يمر من عند الشرطة ومن يمنعونه، فإنه يفدي في هذه الحالة، خير بين إطعام مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية أعقاب الصلوات، هل هو أمر مشروع؟ هذا مبتدع، صورة جماعية هذا مبتدع، ما هي الأذكار ما تكون جماعية، تكون الأذكار فردية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سقط من مصل شيئا في المسجد، إذا سقط من مصل شيئا شيء في المسجد كمفتاح السيارة مثلا، ثم سألني وأنا في المسجد: هل رأيت مفتاح سيارتي؟ وأنا قد رأيته، هل أقول له هذا الدعاء لا رده الله عليك، أم أنني أدله عليه؟ لا، أخبره أن هذا ما يجوز، أخبره أن هذا لا يجوز ولا تعود لمثل هذا. إذا أردت تسأل خلك وراء باب المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا وجدوا نقودا أو أشياء ثمينة في المسجد فإنهم يضعون لوحة داخل المسجد يعلنون فيها عن هذه المفقودات، فهل هذا العمل مشروع؟ ما تكون داخل المسجد، اللوحة تكون خارج المسجد، ولا يجوز أن يحط إعلانات في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ظهرت عادة عند بعض المسلمين في هذه الأيام، وهي استقبال عزاء ميتهم في المسجد الذي سيصلى على ميتهم فيه، فيضعون كراسي داخل المسجد ويستقبلون المعزين الذين يأتون إليهم، ما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ هذا لا يجوز، لا يجوز هذا العمل، المسجد ليست مكانا للعزاء، وإنما المساجد للصلاة وذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للربح في التجارة، هل له حد محدود أم أن الإنسان يربح ما شاء؟ ما جرت به العادة، الربح يكون ما جرت به العادة، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على البائع أن يبين جميع عيوب بيته التي تضر أو لا تضر عند إرادة المشتري الشراء؟ نعم، ما يكتم عيبا يعلمه، ما يكتب عيبا يعلمه، لا بد أن يبينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا عرف أحد الشريكين أن شريكه يريد أن يبيع حصته، فهل له أن يشترط عليه فيقول: إن بعتها على فلان فلن أشفع، أما إن بعتها لفلان فإنني أشفع، لأنه سيعلم أنه سيتضرر بالمشتري الثاني دون الأول؟ لا، ما يصلح هذا، ما يحجر عليه، لكن له حق الشفعة إذا أرادها، أما إذا علم بالبيع ولم يطالب بها سقطت شفعته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ها
هل صحيح ما يروى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قد ذكر أنه رأى الله عز وجل في المنام؟ نعم، ورد هذا عنه رحمه الله، والله جل وعلا يرى في المنام، يرى في المنام، ولكن لمن يعرف صفات الله عز وجل وأسماءه، ولا يمكن يجيها الشيطان ويقول أنا الله. أما إذا كان يعرف أوصاف الله وأسماء الله فلا يمكن أن الشيطان يلبس عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عمي وزوجته قاما بتربيتي منذ الصغر. عمي وزوجته قاما بتربيتي منذ الصغر، هل ما يتعلق بحقوق الوالدين وبرهما هو متعلق بعمي فأبرهما كوالدي تماما؟ لا، تبرهم على قدر ما أحسن إليك، وأما حق والدك فهذا حق خاص ما يماثله شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التجارة في الأمور التي تحمل شعارا للكفار من ملابس وغيرها؟ ما يلبس الثوب الذي فيه شعار الكفار، ما يحمل شعار الكفار، ولا يلبسه ولا يلبسه لأولاده. نعم، لا بد من إزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الذي ينام عن الصلوات المفروضة هل يكفي أن ينبه مرة واحدة ويوقظ مرة واحدة، أم لا بد من تنبيهه حتى يستيقظ؟ لا بد من تنبيهه على الصلاة حتى يقوم ويصلي، ما تقول أنا نبهته خلاص هواه، لا، لازم تكرر عليه التنبيه، فإذا لم يمتثل ترفع بشأنه إلى المسؤولين ليأخذوا على يده رجال الهيئة. نعم. والإمام والمؤذن في المسجد ساعدونك عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يرفع يديه بالدعاء عند إقامة الصلاة؟ ما أعرف هذا أنه كان يرفع يديه عند إقامة الصلاة، وهذا غير مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يحق للمرأة الحائض أن تدخل إلى المصلى وليس إلى المسجد؟ إيه، اللي ما هو مسجد لا بأس، إنما المسجد تمر معه لأخذ شيء أو لتسأل، لا بأس، تمر ولا تجلس. نعم. وأما المصلى فلا يأخذ حكم المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقوم ببغض العلماء وإشاعة ما يخرج منهم أحيانا بدون قصد، وذلك لإرادة أن يكرههم الناس وأن يبعدوا عنهم؟ هذا داعية ضلال والعياذ بالله، هذا داعية ضلال الذي يشوه أهل الخير والعلماء أمام الناس، هذا من دعاة الضلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال الكافر الشهادتين وهو عند الاحتضار فهل يعامل معاملة المسلم ويصلى عليه؟ إذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه إسلام ولا يقبل منه شهادة، كل يتوب عند الاحتضار لكن ما يقبل منه، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ روحه الغرغرة، حينئذ لا يقبل منه توبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا الدراسة مختلطة بين البنين والبنات والمدرسين والمدرسات في جميع المراحل، ما الواجب علي
تجاه أبنائي وبناتي في هذا البلد. شوف المركز الإسلامي والمسلمون والجاليات يجعلون لهم مدارس خاصة، هذا المعروف أن الجاليات المسلمة يجعلون لهم مدارس خاصة والمراكز الإسلامية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أقوم بعمل البرامج الإلكترونية وأنا متخصص في هذا، فهل يجوز لي أن أعمل برنامجا تستعمله شركة تقوم بالبيوع الربوية؟ لا، هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، ولا تساعدهم على البيوع الربوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع شراء المصاحف ثم وضعها في المساجد بنية أنها عن الوالد المتوفى؟ نعم، لا بأس بذلك، شيء طيب، أقول شيء طيب، هذا ثوابه إن شاء الله يصل إلى الوالد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الصدقة يوم الجمعة أفضل من غيرها من الأيام؟ لا أعرف هذا، الصدقة وقت الحاجة، يوم جمعة وغير يوم جمعة وقت الحاجة. نعم. انتهى وفقه الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.